السلام عليكم. اليوم نهضروا على موضوع واللي هو العلاقة الوطيدة الموجودة بين المرأة الحامل وفيتامين بنف ولا حمض الفوليك، بحيث أن حمض الفوليك ولا فيتامين بنف لديه أهمية أكثر بالنسبة للجنين أكثر من المرأة. وين نلقاوه وعلاه كيفاه وقته إلى غير ذلك، تبعوا معنا. كما قلت بأنه حمض الفوليك مهم بالنسبة للجنين أكثر من المرأة الحامل، بحيث أنه يقي هذا الجنين من التشوهات الخلقية نوطامون في الجهاز العصبي وما يسمى بمرض أسبينا بيفيدا ولا في القلب، وأيضا يقيه من الأنيميا عندما يلد، لأنه يساهم في نمو الكرية الدموية الحمراء وبالتالي يقيه من مرض فقر الدم، وأيضا يساهم في نمو المشيمة عند المرأة الحامل مما يساعد في تغذية الطفل. وقتها ينصح بتناول حمض الفوليك. دونك ينصح لتناول حمض الفوليك عند المرأة اللي تترغب في الحمل، من المستحسن شهر قبل الحمل وفي الثلاثي الأول من الحمل، وأكيد بعد استشارة الطبيب الخاص لها، دونك باش يشوف ولا ما عندهاش أي أعراض جانبية دونك من الحمض الفوليك، ولا لإعطائها الجرعة المناسبة لها. وهناك ايضا اغذيه اللي غنيه بحمض الفوليك ولا فيتامين بنا، فنخص بالذكر الخضر الخضراء منها، بين ذلك السبانخ، الفاصوليا الخضراء، البازيلا الى غير ذلك. ولدينا ايضا الفواكه، المكسرات، القمح، وكذلك الكبده. وللمزيد من المعلومات ما تبخلوناش بالمتابعه، وديما نقولوا الوقايه خير من العلاج.